كابتشينو لذيذ وش زينو. ونبدأ ونجيب الترابيك كابتشينو في مع سكر وفي بدون سكر من أفضل وأجمل الكابتشينوهات. ونجرب بدون إضافة سكر ونفكه وعلى طول نحطه كله ونضيف مويه حاره 150 ملي او كوب صغير بس ما نملى مويه ونخلط تخلط 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 تخلط. واو نضيف حبيبات الشوكولاته ونزينه. واو غني بالرغوه وطعمه مميز ولذيذ. ثم تقديم ثم عوافي. لذيذ.